حدوتة مصرية. الأرض ضيقة عليك فارحل، فأرضك لم تعد جزلا بلون الياسمين، واسلك دروب الراحلين إلى مسافات الحنين، فعسى هناك تصادف الوجه القديم فيصطفيك، وقد هفى يوما إليك. يا أنت يا وجع المفارق دون وعي، هل سئمت معيتي؟ هل ضاق صدرك بالمرافئ مثقلات بالندى والموج والظل الظليل؟ ده جزء من قصيدة الدكتور حمدي شحاتة في نعي الشاعر سعد الخولي، واليوم هنتكلم عن هذا الشاعر وقيمته الحقيقية من خلال ضيفايا. إلى يساري تماما الأستاذ عبد البر علواني الشاعر والمثقف، برحب بحضرتك. وإلى جواره الدكتور طه إبراهيم الشاعر، برحب بحضرتك. أهلا بك. مرحبا. الحقيقة كانت صدمة رحيل الشاعر سعد الخولي، وأيضا هناك صدمة أخرى أنه واحد من الشعراء الكبار المسكوت عنهم، نعم، والغير مسلط عليهم الأضواء الحقيقية. أبدأ مع الأستاذ عبد البر علواني في تقدمة حول قيمة هذا الشاعر وما تعرفه عنه. أولا يعني أستطيع أولا أن أقدم الشكر والتقدير لقناة النيل الثقافية ولشخصكم الكريم، لأنكم اهتممتم بشاعر غيبته الظروف عن الحضور في الأوساط الثقافية جميعها. والقصيدة التي قرأتها حضرتك الآن ليست قصيدة الدكتور حمدي شتا، إنما هي قصيدة للشاعر سعد الخولي. للشاعر سعد الخولي هو قام بتشهير على صفحته. لكنها هي قصيدة الشاعر سعد الخولي. شكرا على التصحيح. الله يبارك في حضرتك. سعد الخولي فلاح منتمي للحقل والأرض والزرع والماء، كلماته نبضات وحروفه انفعالات، قصائده لم تكتب لتقرأ ولكن لتحس، لأن فيها من معنى القلب، لأنها من القلب تألفت. سعد الخولي حينما نطل على تجربته نطل على إنسان يحمل قيما نبيلة في الحق والخير والجمال والصدق وكل المعاني الإنسانية التي تظهر في كل كلمة من دواوينه المنشورة التي سنطالع منها بعض قصائده الآن. ولد هذا الشاعر على خد رابية وتحت ظل ساقية لأب فقير متوسط الحال، تعلم في كتاب شيخ من شيوخ هذه القرية التي تدعى مسير التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وألحقه والده بالأزهر الشريف، ونال ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر في عام 1980. هذا الشاعر الإنسان حكى لي أنه ذات مرة وهو في السنة الثالثة بكلية اللغة العربية، وكان الدكتور محمد رجب ديومي كان عميدا للكلية، كان يكتب الشعر فقام ليلقي قصيدة، وكان الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر في ذلك، وكيل الأزهر في ذلك الوقت، الدكتور محمد السعد فرهود. فسعد قال قصيدة، فحينما انتهى من القصيدة قال له الأستاذ الدكتور محمد رجب بيومي: أنا فخور بك يا سعد. فقال: إن هذه الكلمة وذاك الحافز ربط على كتفي وقلبي، واعتقدت أنني أملك ناصية الشعر بعد هذه المقولة وبعد هذه الشهادة. وفيما حكى لي أنه كان بجواره صديق له يحفظ شعر أبو القاسم الشابي، يحفظ شعر أبو القاسم الشابي وينسبه لنفسه، فكان حينما يسمعه ينسبه لنفسه وطلاب في الجامعة. فهو كان يقول: كنت أحس بالمنافسة، أنا لم أصل لأبو القاسم الشابي، وأنا أعلم أن زميلي يقول من شعر أبو القاسم الشابي ولا أستطيع إحراجه. من هنا بدأ سعد الخولي المنافسة الحقيقية في الأدب مع أقرانه ومع نفسه. حضرتك في كل قصيدة من قصائد سعد الخولي، هذا الشاعر الراحل العظيم، يعني كان بالنسبة لنا أنا وغيرنا من زملائنا
كان أخا صديقا وحبيبا. هذا الرجل حينما تطالع قصائده تجد أنه يجمع القصيدة ويسكب عليها من روحه، فتلتهب العاطفة وتتألق التجربة ويسري الخيال في كل قصيدة من قصائده، تتحرك الموسيقى. فنحن أمام شاعر نريد أن نلقي على هذه التجربة الضوء حتى يستطيع أن يأخذ حقه. ومرة ثانية أشكرك وأشكر قناة النيل الثقافية للاحتفاء بهذه القامة والقيمة. الشكر لكما لتشريفكما قناة النيل الثقافية بالحضور. دكتور طه إبراهيم، يعني قيمة هذا الشعر أيضا أريد أن أسمعها منك ثم نسمع بعض قصائده. هذا الشاعر سعد الخولي أزهريته عفت لسانه فكان عفيفا شريفا لطيفا في حركاته وفي سكناته في إيماءاته وكلماته. سعد الخولي إذا ثار صفى، وإذا صفى عفى، وإذا عفى غفى، وإذا غفى شفي مما ألم به. سعد الخولي إذا حكم حسم، إذا عبس بسم، إذا بسم رسم بكلماته أبدع لوحات الشعر. هل كنت صديق شخصي لي؟ كنت صديق شخصي. إيه أهم ما يميز صفاته الشخصية؟ صفاته الشخصية تجده في قمة التواضع. هو يكبرني بست سنوات. ومع ذلك كان يضعني في منزلة الأخ الأكبر. يقدرك. يقدرني تقدير كبير. يعني أقول له أنا لا أستحق هذا. وفوجئت إن هو يعني نفس التقدير. أنا كنت بقول إن هو بيخصني. فلقيت إن دي سمة من سمات الراحل سعد الخولي، فدي مزروعة بداخله منذ نشأته في الكتاب كما قال أخي الأستاذ عبد البر. أيضا يتعامل مع كل المستويات الفكرية والعمرية. تجده مع الشيخ الكبير قامة كبيرة بفكره وأفقه الواسع. ولباقة لغته التي تسعفه. ومع الشاب تجده شابا يافعا، فتجده شيخا تقيا، شابا عفيا، طفلا نقيا. جميل. احنا هنسمع بقى جزء من أشعاره كده. حاضر. منكما الاثنين، ولكن نبدا بالاستاذ عبد البر. تحت امرك. في قصيده حين صرت غيري من دواء من ديوان الفراشات لا تنام. خذيني عند باب الليل اقرا ما تيسر لي من الاشواق والشجن، لاجلك لن أكون أنا، فهيا نقرأ الألواح كي أغري لياليك التي تشتاق للأشواك والمحن. سأملأ جبك المخبوء تحت الأرض من زمن بما يلهو به عني، وأهرب خارج الزمن. أنا الثرثار والنهاز والمشاء بالفتن، أنا المنبوذ تحت الشمس والمطروح جنب الشوك والصبار والمزروع في الدمن، أنا المرمي في جب الليالي السود والمبخوث في سمني، أنا الأمي لم أحفظ كتاب الله في الكتاب وأجهل وجهة المحراب، ولم أقرأ حروف العطف ولا أدري من اللغة الجميلة غير شكل الحرف. أنا المسكين لم أسلك هوى الأحباب ولم أفهم علوم الدين والتأويل والمعنى، ولا ضمت يداي كتاب
أنا الدرويش، أنا الدرويش أحمل بين أمتعتي على كتفي بخورا من بلاد الهند والسندي، وعكازا أهش به على الموروث من جدي، ومسبحة ألفلفها على صدري، وحتى لحيتي طالت بلا قصدي. أنا تعب على تعب على تعبي، عيوني لم تكن بنية اللون، ولا نام الهوى يوما على هدبي، ووجهي عابس أبدا بلا سببي، فما كنت الفتى اللألأ، وليست بشرتي سمراء، وعرقي لم يكن من طينة العرب. وأين ولدت؟ كيف نشأت؟ لا أدري، فلا أهتم بالنسب. أبي ما كان بالصوفي والقروي، يمر اليوم لا نلقاه، مقاهي الحي تعرفه وتقذفه هنا هناك، وأمي لم تكن يوما تبادله التحايا عند رؤيته، ولا تسأل لماذا غاب حين يغيب، ولا تهفو إلى مرآه تزوج من ثلاث نساء إحداهن لم تنجب فأطلقها لوجه الله. خذي عمري، خذي عمري وما قد فات، خذي قلبي وما يعتاده من ذكريات، خذي ما كان من فردوس جناتي، ولكن يا دعي قلمي وأوراقي، عساي أبوح المخبوء في ذاتك وفي ذاتي، أنا ذو البشرة السمراء أحب بكارة الأشياء، أنا القروي والصوفي وابن النيل والمصري، أنا العصفور بلله الندى الصيفي، نشأت على صفاء الروح، أزرع في الدجى قمحي وأحصده مع الأنداء، وأنشد روعة الورد ونبع الماء، أنا من علم الأشواق للعشاق، أنا من علم الأشواق للعشاق، وسافر في ركاب المجد يحمل حرفه المشتاق. أبي ذاك الفضاء الرحب علمني أكون أنا، وأورثني هداياه التي ما زلت أنقشها على صدري وسام هدى. ويعني الحقيقة يعني ممتع جدا الاستماع إلى قصائده، وكأنه بيقدم بطاقة تعريف الآن، وكأنه حاضر بيننا الآن ويقدم بطاقة تعريف عن نفسه وعن حياته. دكتور طه، يعني هل في سمات محددة لشعره؟ في سمات طبعا محددة. هو له معجم خاص به يظهر في كل الدواوين. حينما عكفنا عليه تناول الأستاذ عبد البر جانب المعجم اللغوي، لقاه واحد في كل الدواوين، في الفرح، في الغناء، في القهر، في الحزن، معجم واحد، معجم يتكرر، تتكرر الألفاظ حتى في حالات الحزن أو الفرح. مجموعة من الألفاظ. هو مسكون الأستاذ سعد الخولي. نعم. وأنا بأطلع الدواوين اللغة وأطلع المعجم اللغوي له كشاعر، فأنا عكفت على هذا الديوان في النوارس غائبة والبحر في انتظار، وهو أول دواوينه، وهو يعني هذا الديوان بدأت أقرأ في كتبه سنة كم؟ لا ده هو ده أنا سأقول لك، لأنه كتبه في المقدمة هنا. سيسأل الناس كثيرا لماذا تأخر هذا الشاعر عن كتابة الشعر كل هذه الفترة. اسمح لي منوه له في أقرأ لك ما قاله سعد. اختفيت بقصائدي بعد الوقت لما لاحظته من تراجع ملموس في العطاء الشعري في بضعي السنوات الأخيرة، بالرغم من الكم الشعري المتزايد. نعم. حيث دخل ساحة الشعر الكثير من أدعياء الشعر حتى جاء الثورة 25 من يناير، وهبت رياح التغيير التي طارت الحياة الأدبية، وبدأ ضوء ناصع يطل عليها، ووجدت بين الأدباء والأصدقاء مناخا يليق بالشعر ورسالته، فخرجت بقصائدي عملا بالمقولة المعروفة: تكلم حتى أراك. هذا غير أني ظللت في الفترة الماضية
أركض كثيرا وراء غزالات القصائد وأسكن فوق أوراق الدواوين الجيدة وأطير وراء العصافير لألتقط من حقول القمح وبساتين الورد ما يحلو لي. يعني هو توقف فترة عن كتابة هو الشعر. كان توقف فترة يعني كبيرة 25 سنة. 25 هو سنة؟ هو كان مسافر. هو طب هو السفر يمنع الشعر؟ أنا لا عايز أقول حاجة. هو حتى في فترة التوقف كان شاعر. كان يقرأ. كان شاعرا. لا يمكن أبدا أن يخرج ديوان بهذا المستوى إلا إذا كانت هناك خلفية ثقافية ومعرفية حتى يخرج. صحيح. صحيح. دكتور طه، نستكمل سماته الشعرية وأهم يعني ما يميز شعره عن باقي حتى الشعراء في نفس جيله. جميل. هو بس أنوه أن هذا الديوان الأول دائما أنا أقول أفتخر أن اسمي مقترن به كمدقق لغوي لهذا الديوان الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. اتفضل. ده من دواعي سروري ومن فخر أنا كنت أقول له كده، أقول له يا عم أنا ماليش في اللون ده، يقول لي يا عم ده أنت اللي مراجع للديوان. يعني جميل. الـ سعد الخولي في قصائده حتى العمودية تراه يرتقي سلم التطور ويراعي فيه أن يضاهي التطور في الصورة الشعرية والصور البلاغية الموجودة في الشعر الحر اللي بتعطي مساحة للشاعر أنه هو يأتي بمثل هذه الصور. فدي سمة تعتبر من سماته المميزة له. تراه حالما أحلاما كنا يعني نستفسر عن هذه الأحلام منه شخصيا في الجلسات الخاصة. سعد الخولي له صور في الغزل، رغم أن قصائد الغزل تجد أن غزله عفيف جدا، وده بيعود إلى الخلفية الدينية حتى في منامه. حتى إن شاء الله ممكن في قصيدة زيارة ليلية. حتى في منامه لا يسمح لنفسه أن يكون مبتذلا. ودي إن شاء الله إذا كان في فرصة لا نسمع. بس أنا عايز أعرف إيه أهم أحلامه الشعرية، يعني ما هي الأحلام التي صاغها شعرا؟ كان يحلم بإيه كشاعر؟ كان يحلم أن يصل إلى يعني أن يسود الحب بين الناس. وهو ابتعاده عن الوسط الأدبي لما يراه في الوسط الأدبي. فكان يحث في قصائده على أن نكون كلنا أتقياء، أنقياء، أصفياء، أحباب، يساعد كل منا الآخر، يصدق كل منا الآخر. إذا رأى عيبا في نقطة يقول أقلع عن هذه أو بدلها. لا المراءة والمجاملة. نسمع القصيدة التي أشرت إليها. القصيدة زيارة، جزء منها زيارة ليلية. ماثل كالضحى في عيون الحمام، باهج كالمنى في جفون النيام، ساهم طرفه ساحر كالغمام، زارني وحده في هدوء المنام، ناشرا عطره في حطام الحطام، قلت ظبي قد سرى نحونا في الظلام، فانتشى باسما ثم ألقى السلام. قال يا شاغلي يا رفيع المقام، يا رفيع المقام، ليلنا سرنا والجوى لا ينام، عاشق مبتلى والليال سجام، هاتها قبلة تستثير الهيام، واروي لي غلتي من حديث الغرام، واسقني شربة من سلاف المدام، لا تخف وضعنا في تمام التمام. قلت يا زائري يا نحيل القوام، يا سليل البهاء الذي لا يرام، جئتنا طالبا ما يبيح الخصام، عهدنا في الهوى نظرة وابتسام، همسة لمسة نزهة والسلام، فانصرف سالما إن هذا حرام.
فانبرى غاضبا وهو ينوي القيام، وانتحى جانبا وانثنى واستقام بعدما لامني مسرفا في الملام. قال لي ساخرا استرح يا همام، حكمة قالها فاهم في النظام، أيما شاعر شاطر في الكلام. الله، جميل. هو هنا حتى فعلا كما أشار الدكتور طه إبراهيم، يعني متحفظ في شعره ويتكلم عن الحلال والحرام ويحدد حتى يعني حتى لا يخرج عن هذا الإطار. لقب بشاعر النيل الأزرق، ما سر هذا اللقب وما معناه؟ هو الشاعر سعد الخولي دعي إلى مهرجان الشعر العربي في لبنان، نعم، في قابلياس، مدينة قابلياس، نعم، من قبل مدرسة تبناها مجموعة من الأدباء من خلال المشباك اللي هو النكت يعني، فكونوا من جميع الوطن العربي مدرسة تجمع الذين يكتبون الشعر، فسافر إلى لبنان وكان رئيس المدرسة الشعرية في ذلك الوقت هناك هيئة الحوار الثقافي دكتور البعلبكي. فحينما استمع إليه الناس في شعره وكان متفردا بين الذين بين الجموع، فالرجل أطلق عليه في التو واللحظة: أنت شاعر النيل الأزرق كشاعر النيل حافظ إبراهيم، تيمونا بهذا الاسم يعني. وعلى فكرة لمن لا يعلم يعني النيل الأزرق، مصر تستمد يمكن أكثر من 90% أو 97% من المياه بيأتيها من النيل الأزرق، فهو النيل الأساسي لمصر. طيب، في شعره الدكتور أو أستاذ عبد البر علواني كتب أغلب أو معظم دواوينه بالفصحى ما عدا ديوان واحد اللي هو بالعامية. كيف كانت هذه التجربة بالعامية؟ أريد أن أسمع رأيكم. لحضرتك، هو سعد الخولي اعتمد في تجربته الشعرية على اللغة العربية الفصيحة، نعم، وتجد بين في ثنايا القصائد اللغة العادية دون ابتذال ودون إسفاف، نعم، فموروثه هو الشعري، موروثه مخزونه من اللغة الفصحى، من اللغة العربية الفصيحة. نعم. لماذا كتب العامية؟ وكتب العامية وللآن لم يخرجه، رغم أن لم يخرج للنور ولا يريد، يعني كانت تجربة دكتور طه كانت محاولة للتجريب، هو عاميته فصحى، عاميته فصحى بنسميها العامية الفصيحة، العامية الفصيحة. الله، يعني يمكن أن نقرأها بالفصحى، نعم، يعني إذا كان يختل بعض الأوزان فيها إذا قرأناها بالفصحى، لكنها إذا قرأت تؤدي نفس المعنى. أنت حقيقة من نفس من كفر الشيخ. إيه سر يعني وجود شعراء كثر من كفر الشيخ وأغلبهم مسكوت عنهم، بداية من عفيف مطر انتهاء بسعد الخولي؟ ما السر وراء ده؟ والله بعيدا عن الأضواء، وغالبا يعني نحن لا نلهث وراء الأضواء وهو كذلك. وإحنا حتى كنا ضغطين عليه إن إحنا قبل ما يموت يعني يرحمه الله، إن إحنا عايزين نحتفي به، فكان كان يرفض. هل تفضل. فالعمية بتاعته أنا فوجئت كمان إن هو أنا ما كنتش أعرفه من زمان، يعني هو طول فترة سفره ما كنتش أعرفه، لكنه لما عندما قابلته في قصر الثقافة في نادي الأدب بمعرفة الأستاذ عبد البر، فما بنتعرف فبقول له طه هنداوي، فسكت كده وقال لي: أنت كنت كاتب قصيدة رد على الشاعر سعد النجار الاتنين بالعمية؟ قلت له انت شفتها فيه؟ قال لي: صدفتني في الكويت في جريدة مصرية وانا محتفظ بها لحد دلوقتي وفاكر اسمه. يعني كان قارئا ناهما ولا ينسى، يعني لا ينسى يعني طول الفترة دي، وانا ما اعرفش عنه حاجة. كان له كمان اسهاماته في مجال النقد دكتور. له اسهامات، رسائل الماجستير والدكتوراه. له اسهامات هو يعني، وكان يعني في بعض الرسائل ترسل له لمراجعتها لغويا، نعم،
كان يعني كان يثور ل خطأ أصغر الأخطاء اللغوية كانت تؤرقه. الغربة والسفر إلى دول الخليج هل انعكست في أشعاره أستاذ عبد الوهاب؟ هو كان يعيش غربة حتى داخل الوطن بحكم الغربة بتاع الشاعرية بتاعت كل الشعراء. هو كان يعيش الغربة داخل ذاته. إذا بحثنا عن الحالة النفسية التي يعيشها هذا الرجل، هو مسكون بالشعر ومسكون بالهموم، هموم الأمة. ولذلك الدكتور صاحب كان بيقول إن الخط بين القصيدة العمودية والقصيدة الحرة كان ليس على مستوى الشكل فقط، إنما كان على مستوى المضمون أيضا. مستوى المضمون. إيه أهم القضايا اللي طرحها في شعره؟ تكلم عن إيه؟ في 2008 تنبأ بثورة. يا سلام. النبوءة. تنبأ نقراها يا رب. صحيح. يعني القضايا النبوءة في 2008. 2008 ده الديوان اسمه النبوءة ولا القصيدة؟ القصيدة اسمها. على فكرة أسماء الدواوين ليست أسماء القصائد. مش قصائد. مش أسماء قصائد. مش أسماء القصائد خالص. يختار أسامي مختلفة عن أسماء القصائد. لا يوجد قصيدة تحمل اسم تحمل عنوان الديوان. يعني بننشر بعض الصور، تجزيع بعض الصور. حمدي شفيق. معنا بعض الصور للراحل سعد الخولي على الشاشة، وأيضا بعض مقتطفات الصحافة اللي كتبت عنه. إذا جاهزين بالقصيدة نقراها. من فارس بس كده، واللي هي مش كده، اللي هي احنا قلنا على اسمها نبوءة. 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 شيء من الحلم إغفاء. طيب لغاية لما تلاقيها حضرتك أنا عايز أقرأ. ابن حضرتك كتب تقريبا نعي على صفحته، بيقول الآن قد كتبت الجرحى واستبقت الأحداث وأحسست الوداع ساجدا قبلة على جبينك معلمي وأب أحبني مثل أولاده الأديب سعد الخولي. قد رحلت وتركت في الأعماق جرحا ربما تداويه الأيام. انتقلت بجوار ربك وقد سكنت قلوب من أحبوك في محراب الدمع، واغتسلت وغسلتنا بفراقك. يعلم الله يا عما كم أفجعني الخبر، واقف أنا على دوحة شعرك أستقي من عذبه وأرتوي من نشوته. كأن الياسمين قد أقسم أن يغسلك، وكأن أباك في السماء قد اشتاق إليك كما كنت دوما تحدثنا عنه. هي إرادة الله فوق كل شيء، فلتنعم بجنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله، وستبقى في القلوب باسما. آخر ما كتبه الشاعر سعد الخولي في محراب الليل: وقفت أمام الله أحط الخطوة إليه وحيدا، كان الفجر معي ومعي بعض من حبات الثلج على قلبي، ومعي العمر الساكن في صومعة الداء يشاكس نقطة ضوء ترفل فوق جبين الليل، وراح الفجر يلملم بعض حروف العطف معي ويهز العود المطرع بالصبوات، وكأن الدمع صلاتي. في محراب الدمع تسامت روحي في سجدتها نحو الملأ الأشهى، وشرعت أفتش في الأبهاء لعل أنيسا فاض الدمع الوجد، وراح الجسد المفتون حنينا يسكر من همسات القرب وبارقة من وجه أبي وحنين الدمع المنسكب. لقينا القصيدة نستمع إليها بصوت حضرتك طبعا وأدائك. عفوا هل سقط العالم سهوا شيء يذكر؟ هذا ضوء البدر يحول ومدى، كان لدينا الأرحب راح يزول أكثر أكثر. إني أسأل ما بال البحر النهر تعكر؟ ما بال الثلج يحاصر كل الدفء والأصداف تسافر دون رجوع؟ ما بال الطفل يغادر مهد الحب ويكفر بالأوطان ولما يكبر؟ ذاك سديم الليل ترصد ضوء الصبح والفجر الموعود تأخر، لكأن الفجر تشاغل يجمع بعض نجيمات كنا حزن لتاء التأنيث، والتاء فتاة حرة كانت تهتف في الجمع والجمع ضمير الثورة، ثمة شيء يمنع ذاك الجمع وتلك الثورة. يا مارد هيئ نفسك، أنذر في الناس
وهات جنود الصحو وطهر قلب الكون وكبر علم وارسم في كراس النشء كيف تكون الرأس إلى العلياء. فهناك إله وسماء يا أبناء الحمل الطاهر يا شرفاء إن الله يغير حين تغير كل الأشياء. يا سادة لا أقرأ ستر الغيب معاذ الله لكني أحلم فانتبهوا ألمح أبرهة على باب الحلم وأرى فيلا يطوي أسفل قدميه أناسا وحصانا يدفع بالحافر طفلا أو طفلة لا أدري. اختلط علي المنظر يا حلم اقترب الآن يقترب الحلم قليلا ثمة شيء يأخذ بالألباب موت ودخان وذئاب يقترب الحلم كثيرا صوت بين ركام الظلمة يجأر يا سيد خطر تحت وسادة نومك فاحذر خطر يكمن ما بين الخاصر والبنصر. يا سادة تدفع قهرا ندفع قهرا للمجهول فنقهر تدفعنا ريح مرة ريح عاتية صرصر. يا أحباب إن الزمن القادم أخطر إن الزمن القادم أخطر. أنا في الحقيقة بختم بهذه الأبيات الرائعة لشاعر تمتع بالصوفية في أشعاره وبالروحانية وبإتقان اللغة العربية الفصحى وبالحلم. يعني هو بالفعل شاعر رائع أردنا أن نلقي يعني بعض الضوء عليه. أتمنى أن نكون قد نجحنا أن نوفي قليلا من قدره. بشكر الدكتور طه إبراهيم هنداوي الشاعر وبشكر الأستاذ عبد البر علواني الشاعر والمثقف الكبير. بشكر حضراتكم وبعد الفاصل يتواصل برنامج حدوتة مصرية مع زميلتي مروة عبد العليم. حدوتة مصرية حدوتة مصرية.